يعني تعليقك ايه على يعني قرار معالي وزيره الصحه في بخصوص اذاعه السلام الوطني يوميا وايضا القسم الخاص بالاطباء؟ يعني شايف الموضوع فين، وخصوصا انه اثار بلبله وحفيظه كثير يعني تهكموا ربما على هذا القرار وشافوا انه من الاولى الاهتمام بامور اخرى، انه ده مش هياثر بشكل ايجابي سواء في الاطباء او حتى في المرضى؟ لا حضرتك، ده حاجه معالي الوزيره بترسخ السلام الوطني، ان الناس بتفتكر الصبح قتل الطبيب، الواحد يفتكر ان هو جاي الصبح، يعني في حاجه يقسم عليها انه يقدم خدمه طبيه سليمه. تمام، ده 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 رؤيه معالي الوزيره، وده الكلام ده هيتطبق ان شاء الله في كل المستشفيات. طيب خليني اروح بقى مع حضرتك في التفصيله دي، في تحديدا قصه الطفله اللي تم بتر ذراعها. يعني اولا طمنا على حاله الطفله دلوقتي، وصلت لحد فين وايه اخر تفاصيل؟ يا فندم، البنت طبعا احنا ربنا يصبر اهلها، الخطا الطبي ده احنا طبعا مش هنسكت عنه خالص، بلغنا النيابه الاداريه، بلغنا طبعا في مشاكل كثيره جدا في المستشفى بسبب الموضوع ده، احنا كلهم في لجان. تم عمل لجان مشتركه مع الجامعه، ويعني هو قضاء ربنا سبحانه وتعالى نتيجه خطا طبي ايا كان يعني مصدره. طبعا الناس دي اتحولت كلها للتحقيق. احنا طبعا البنت حالتها مستقره دلوقتي، هم عملوا لها بتر امبارح فوق الكوع، حالتها العامه مستقره، ما فيش فيها مشكله دلوقتي، لكن طبعا هي مشكله نفسيه ومشكله للعيله ومشكله لنا كلنا، احنا انا والفريق الطبي كلنا في حزن شديد في هذا الموضوع بالذات يعني.